طب خد القلم الازرق ده عليني قدامك كويس كده ماشي. طيب ده كام؟ 5 6 بتطلعوا 5 7 حتى 5 7 5 7 هنقول انا 5 7 صفحه كام؟ صفحه كام؟ عليني عليني برضه في النقطه 96 صفحه 96 خاصه بالايه سيد وول 5 8 يلا بسرعه بس 5 8 5 8 اعلم عليه صفحه 101 101 5 8 5 8 عباره عن ايه؟ اكستندد كفرج ها؟ ابرايت اند جيت سبيك. طيب بس كده 5 9 مع بعض مع بعض عشان برضو ايه ميزه نخلص كده الشوط مع بعض ها؟ 5 9 تعلم عليه يلا علم عليه ماشي. طيب 5 10 خدت ب 5 10 5 10 صفحه 110 عليه هنا هو عشان ما تداش تداش بص بيحصل ايه تمام 5 10 5 11 هي ايه بقى؟ اير دي سبريشن فاست اسمه اللي هو الاي اس اف ار كويس؟ 5 12 مكتوب ايه؟ سبيشال سيتويشن اللي هي الايه؟ الحاجات الخاصه تمام كده يا جماعه؟ ايه رايكم؟ 5 11 و 5 12 ايه رايكم؟ خلاص يبقى كده عرفنا ان في عندي 12 نوع من الرشاشات اللي هو البرفورمانس بتاعته كويس كده؟ اه يبقى الناس اللي حافظه مش فاهمه الناس اللي حافظه مش فاهمه المسافه ما بين الرشاش والتاني 4 و6 من 10 صح ولا غلط؟ حسب الحظ يبقى بنحفظ تمام؟ لا ليه؟ هو الرشاش ده نوعه ايه الاول؟ الكي فاكتور بتاعي كام؟ الهازارد بتاعه ايه؟ خدت بقى حضرتك؟ بيبقى انت هنا هو انواع الرشاشات نفسها حضرتك حدد نوعه حدد الخطوره تعرف الديستنس تعرف البروتكشن اريا الكلام ده صح ولا غلط منين؟ تمام؟ ماشي؟ طيب يبقى كده ايه؟ اكزامبل لطيف عرفنا ايه؟ عرفنا انواع الرشاشات تمام؟ طيب وخلصنا الايه؟ المسافات. خلي بقى حضرتك انا دلوقتي بفتح بفتح بس. طيب ايه الاليمنت او العنصر الثاني اللي بعد الرشاشات؟ برافو البايبس المواسير. العنصر الثاني اللي بعد الرشاشات المواسير. كويس؟ طيب المواسير عندي حضرتك استاذنكم في حاجه. انا تحبوا نزود يوم شويه للكورس ده؟ يا ريت تمام؟ طيب نزود الخميس ونخلي امتحان السبت بس ماشي؟ لو انتوا حبيتوا يعني لا والله المشكله مش علشان يعني بس عشان انتوا تستفيدوا اكتر ممكن اديكم يوم زياده حاجه على حسابي يوم تاني زياده يوم السبت السبت الامتحان والخميس الامتحان بدل ما خميس امتحان ده حاجه قشطة عشان تستفيدي انك تذاكري جمعه وتبقي يعني كل يوم كميه الداتا مش لطيفه كويس فدلوقتي المواسير طب هل ينفع المواسير اللي فوق الارض زيها زي اللي تحت الارض على اي اساس؟ لا ليه؟ انت مين اللي قال لي كده؟ انا بس السؤال هو انا بتكلم معاك احنا بنستنى تحت الارض ممكن بالنسبه لمين؟ بالنسبه اللي احنا اعتدنا عليه ايوه بيقول ايه الكلام ده؟ ايوه هذا ما وجدنا عليه ابائنا صح؟ لكن انا بقول لحضرتك
الكود بيقول ايه؟ بصفحة 28 نتكلم بالكود. عشان كو حدوته لطيفة في لندن في أوفشور. أوفشور يعني كلمة أوفشور ده ايه؟ منصة بحرية بتاع البترول في البحر، كويس؟ يعني على بداية 1990-1910 رينج كانت شغالين منصات بترول وبتاع مش عارف ايه. وكان زمان المواسير اللي بياخدها بتاعت الحريق حديد، تمام؟ بلاك سميسي حديد وشغال بتاعها. ايه اللي حصل؟ ان واد بيلحم على منصه البترول، بيلحم ايه؟ بمكنه لحام، فشراره طارت على المنصه، راحت مولعه المنصه كلها، راحت المنصه كلها ايه؟ انفجرت. طبعا انا عندي في امريكا وفي انجلترا ان الاثوريتي هاف الجوريزديكشن مش الدفاع المدني، شركات التامين. الدفاع المدني يجي يحمي لك يطفي لك الحريقه بس يكتب لك بس، لكن اللي بيدفع فلوس الدامج مش هم، التامين. فهو ده اللي مسؤول ايه؟ هو ده اللي يقول لك لا ده غلطه جوه. فراهم عملوا ايه؟ قال لك ممنوع تركيب اي مواسير معدنيه ميتاليك، تمام؟ اوكي فوق الايه؟ الدك. يا نهار اسود، طب احنا بتوع دفاع زور حريق هنعمل ايه؟ يا عم لازم ماسوره حديد. والله ولا اعرف اتصرف. راح طلع الاختراع بتاع ايه؟ مواسير البي بي سي. طب اوعى تقول ان مواسير البي بي سي ما تستخدمش في الحريق. بلاستيك اباف جراوند مش هتسيح؟ لا، بس مش اي بي بي سي، اسمها سي بي بي سي، كلورو بولي فينايل كلورايد او كلوريد بولي فينايل كلورايد. كلورو بولي فينايل كلورايد مكتوب هنا اهو حضرتك، سي بي بي سي فين؟ صفحة 28 اهي، سي بي بي سي كلورينيتد بولي فينايل كلورايد اهي. سي بي بي سي الله. طب السي بي بي سي تستخدم بلاستيك يا باشمهندس؟ تستخدم لا انا مش اسود، مش الحديد الاسود، لا مش بلاستيك اسود خالص، ده كلورو بولي فينايل كلورايد، مش اخضر ولا اسود ولا ابيض، بس ده رمادي، بيبقى لونه رمادي، رمادي غامق، جراي غامق، كويس. بس ده سي بي بي سي. بس الفكره في نقطه مهمه، مش اي بلاستيك، ما تودونيش في ده، كويس؟ ما فيش خليط اسمه سي كلورايد بولي فينايل كلورايد، سي بي بي سي، مش اليو بي بي سي ولا البي بي سي ولا الهاي دينسي بولي اسيلين ولا البولي بروبيلين. الكلام ده غلط. انا بقول ومحدد في كلامي سي بي بي سي. المواسير دي غاليه جدا جدا جدا، تمام؟ ومش رخيصه لانها بتستحمل 300 درجه مئويه لمده ساعتين ثلاثه. فور اندر جراوند او توب جراوند؟ ده في الاباف جراوند. انا بتكلم يا فندم فور اندر خالص، فور اندر اباف جراوند، اباف جراوند، اباف جراوند كمان، تمام؟ انا بقولك انت بتستخدم مواسير معدنيه طب وهل في مواسير الاباف جراوند مواسير بلاستيك؟ بس نوعها ايه؟ سي بي بي سي. طيب هو انا يا دكتور ما بفهمش، ومين قال لك ان انا برضو بفهم زيك؟ ما انا وراك زيك ما بفهمش، فاهم قصدي ايه؟ ايه اللي حدد لي ان الماسوره دي هو النوع اللي انا عايزه؟ قال لك ده هنا في حاجه اسمها ستاندرد. ايه هو الستاندرد ده يا عم؟ الستاندرد ده اختراع زي الكود كده بالظبط، خاص بعمليه التصنيع مش عمليه التركيب. الكود في التركيب، الكود مواصفات الكود، تمام؟ او الكود بيحط ايه؟ بيحط اساسيات وشروط تركيب المنظومه، ولكن تصنيع المكونات خاصه بالستاندرد. ده الفرق بين كلمه ستاندرد وايه؟ وكود. طب الستاندرد ده نجيبه منين؟ نقول لك يبقى انا هنا عندي ايه؟ افتح الكود يقول لك والله المواسير اللي فوق الاباف جراوند المناسبه للي فوق الارض، المواسير حقيقي فوق الارض موجوده فين؟ في الجدول بتاع حضرتك اللي هو تيبل 2 3 صفحه 29
نلاقي بقى فيها ايه البلاك ستيل بيستيل والسي بي بي سي والكبر في مواسير نحاس اه في مواسير نحاس في بلاك ستيل اه في بلاك ستيل تلاقي حضرتك جنبيها ايه الاستاندر اللي هو ايه الجدول اهو ادي الاباب جراوند تلاقي الايه الاسم وتلاقي الستاندرد بتاعه اي اس تي ام تمام مكتوب عند حضرتك ايه مثلا اي اس تي ام اي 135 اي اس تي ام كذا اي دبليو اس تمام كل ده للمواسير الايه الاباب جراوند. طب هنا التيبل 2.5 ده للايه للفيتنجز ولا الايه الثاني ده الاندر جراوندز اندر جراوندز يبقى ده الاباب جراوندز وده الايه ده الاندر جراوندز تمام كده يا جماعه ماشي طيب الله طب انت كدفاع مدني تستلم ازاي انت كمالك تستلم ازاي انت يا باشمهندس كاستشاري تستلم ازاي تلاقي دايما الماسوره مكتوب عليها الايه الستاندرد بتاعها لو شكيت لو شكيت لو شكيت في الماسوره نفسها كويس انت كاستشاري بتطلب منه شهاده المنشا كويس بتاعه ايه وانت ممكن تاخدها مفيش مشكله تمام ممكن تاخدها ايه يا فندم بالراحه عليا بالراحه بتاخد منه شهاده المنشا طب بتاخد منه ايه تاني بتاخد منه شهاده بتاعه المصنع تمام اللي ورد بيه الايه الماسوره طيب الشهاده بتاعه المصنع بيقول لك المصنع نفسه كان روسي او اوكراني او صيني او واتيفر يقول لك والله انا صنعت طبقا للايه للستاندرد الفلاني طيب شكيت ان الشهاده بتاعه المصنع المصنع ده ضاربها تمام بس ده ما تعملهاش غير في دي مشاريع ضخمه قوي والكريتيكال زي البترول زي بتاع حاجه انت قلقان منها في خط تمام تيجي تقول له طب لو سمحت اعمل لي تحليل الكيميائي الكيميكال اناليسيس للمعجنه دي بتاعه الماسوره يديني الكيميكال اناليسيس في اي مركز بحوث او معتمد مصلحة الكيمياء ممكن كويس مصلحة الكيمياء احسن معهد الفلزات يعني حته اللي هي حكوميه معترف بيها بشكل محترم تمام نجيب منها الايه التحليل تقوم واخد التحليل تعمل بيه ايه بقى تقوم لا تقوم ايه تاخد بيها الستاندر كويس كده طب تجيب الستاندر منين ايه الأسل. ايوه هتجيب الاسل ده منين لا هو بتكتب لك كده الاي اس تي ام بتكتب لك شوف هنا الاي اس تي ام بتجيبه منين بقى تروح على لا بص بص انا بشرح لك بقى لحد ازاي تبقى ايه يعني معلم تروح على وزاره الصناعه عارف وزاره الصناعه ده عند فوتو شيبر الدور التاسع هيئه القياسات والجوده المكتبه اللي فوق تقول له لو سمحت انا عايز منك ايه تجيب لي الستاندرد ده يقوم هو مصور لك الستاندرد تقريبا ب 35 جنيه ب 40 جنيه حاجه كده واخد بقى حضرتك تقوم واخد منه الستاندرد الستاندرد اس تي ام ده هيبقى كاتب لك فيه الايه مكونات مكونات المعدن اللي انت حللته لان كل معدن عباره عن الوي سبيكه السبيكه فيها نسبه كربون ونسبه حديد ونسبه 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 كويس فتقارن نسبه التحليل الكيميائي بالنسبه اللي موجوده هنا فتعرف اذا كان الماسوره دي مضروبه ولا ماسوره سليمه مظبوطه تبقى الكود ولا ماشي يا باشمهندس ولو ما بصيتش على النت لا انت حر بقى انت عامل انا بص انا باشمهندس انا ايه انا بقول لك ازاي تعمل كويس انت ممكن تكتفي ممكن تكتفي بالورق بتاعت المصنع وشهادة المنشأ وخلاص وما فيش مشكلة يأمنك لكن بقول لك لو حسيت في أي لحظة إن المقاول ده نصاب بيلعب تطلب تمام؟ إلا لو هو جابها لك بطريقة تانية إن جاب لك إن الشهادة معتمدة أو جاب لك إن المواسير دي واحدة اللي يقول لك ساعتها أنت مش بتاعتك لو جاب لك المواسير دي معتمدة من جهة الاعتماد خلاص مالكش دعوة مش بتاعتك انت خلاص تمام ماشي هاتوا سريعا بقول لك لو شكيت حسيت ان المقاول نصاب يعني شكيت في المقاول ومع مشاريع تقيله لان يعني التحليل الكيميائي للمواسير على فكره بيكلف كتير خلي بال حضرتك تمام كده الاعتمادات الدوليه وبيجيب شهاده المنشا تمام طيب
سؤال صغير جدا، هو في مواسير واحده يو ان اف ام ولا اس ام؟ لا في مواسير اس. لا يا فندم في برضه هنا سؤال مهم، هنا هو التصنيع يا جماعه خاص بايه؟ الاس تي ام خاص بستاندرد التصنيع. اليو ان والاف ام ده جهه ايه؟ معمل للمعمار يا باشمهندس كويس، بيقول ان الماسوره دي مطابقه للاس تي ام، ده مطابقه للشروط بتاع كل حاجه ولا لا؟ ممكن الاقي ماسوره يو ان؟ ايوه طبعا، بس هتجيبها يا ناس، هتجيبها ماسوره يو ان والاف ام ليه يا ابني غالي كده؟ بدا انا بستخدمها، بس بستخدمها فين؟ مع حاجه زي موجر للسيستم، مع حاجه زي يعني حاجات اللي هي ايه؟ بتبقى كده كويس؟ وهاي بريشر ووتر مستر، مش لو بريشر ووتر مستر كويس؟ لان الكود حريفه ما بتبصش على ان الماسوره يو ان والاف ام في لو بريشر ووتر مستر. لكن في الكود بينص على المواسير تبقى يو ال اف ام او معتمد عموما؟ لا 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 لا، كورد التصنيع هتبقى للكراسي المواسير دي قوي بالظبط، انما اللي موجوده في الكود بقى نفسه اللي هو المصري ده لا سي ده الكود المصري نفس الولايه كده يعني. تمام كده يا جماعه؟ اي سؤال؟ طيب الفيتنجز قصدك وفي الاقطار الكبيره بلاك كاربون ستيل. طب ليه بلاك سين ستيل؟ سين احنا كان عندنا مشروع احنا تنفيذ واللي هو التصميم كان مكتب تاني،